السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وأهلا وسهلا فيكم في قناة مسارات الكيمياء. هذا ثالث فيديو في مادة الكيمياء العامة، وإحنا بنتابع بأول شابتر بمفهوم المادة والقياسات الماتر أند ميجرمنت. بنذكركم بالفيديوهات السابقة اللي تم شرحها في هذا المساق، وبنترك لكم إياها في صندوق الوصف، وممكن تلاقوها بقائمة تشغيل الكيمياء العامة على القناة. نبدأ بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مجددا، رح نكمل اليوم ما بدأنا فيه في هذا الشابتر، واليوم رح نتكلم عن الساينتفك ميثود، الطريقة العلمية، إيش دورها في حل المشكلات، فهم المتغيرات، فهم الظواهر، ودورها في الاكتشافات العلمية، والفرق بين النظرية والقانون. الطريقة العلمية أو المنهج العلمي هو عبارة عن العملية اللي بيتم فيها تنفيذ العلوم المختلفة. من خلال هذا المنهج يمكننا البناء على المعرفة السابقة وتطوير فهم أكثر تقدما للمواضيع اللي بنقوم بدراستها. طبعا في خطوات معينة للمنهج العلمي بيتم اتباعها على مختلف العلوم، ولكن مع اختلاف هاي العلوم والتخصصات فالطريقة العلمية خطواتها تقريبا متشابهة، مع وجود بعض الاختلافات أو الخصوصية لعلوم معينة أو حالات معينة. مهم جدا في الطريقة العلمية المتبعة أنه عند أخذ الملاحظات وتكوين الافتراضات وإجراء الاختبارات وتحليل النتائج، أنه نأخذ بعين الاعتبار في هذا كله أنه تكون تحت مظلة subject area معين، يعني يكون في research topic area محدد ومعروف، لأنه البحث العلمي في المجال الصحي مثلا بيختلف عن المجال الإنساني على سبيل المثال بتصميم التجارب وتحليل النتائج. بعض الدراسات قائم على الاستبيانات، بعضها قائم على الإحصاءات، بعضها على البرامج الحاسوبية مثلا الكمبيوتيشنال، بعضها بتقوم على التجارب المعملية والمختبرات، بعضها ميداني، بعضها بيخلط بين أكثر من جانب من هذه الجوانب وهكذا. دائما حط بعين الاعتبار أنه الهدف الأساسي لأي بحث علمي هو ليس فقط مجرد وصف لمشكلة أو ظاهرة ما، وإنما أيضا هو فهم هذه الظاهرة وتفسيرها. الآن أول خطوة للحث على التفكير وحل مشكلة ما أو اكتشاف شيء معين هو الobservation، هو الملاحظة، أنه نلاحظ شيء غريب أو ظاهرة معينة أو سلوك لمادة ما مثلا. فنبدأ الآن بوضع التساؤلات وتكوين الأسئلة والاستفسارات عن هذا الشيء أو الظاهرة. مثلا هل يتجمد الماء أسرع عند إضافة ملح إله؟ هل الدواء X أكثر فعالية من الدواء Y في علاج مرض معين؟ بيجي بعد ذلك وضع فرضية معينة أو تخمين اللي بنسميه الهايبوثيسيس، والهايبوثيسيس هي شرح لم يتم اختباره بعد لهذه الظاهرة اللي بندرسها. طبعا لازم نفهم انه الفرضية حتى تكون علمية لازم تكون قابلة للنفي، فدائما يجب انه يكون في عنا فرضية البحث وفرضية النفي. يعني بتساؤلي هل يتجمد الماء أسرع عند إضافة ملح إله، فرضية البحث بتقول نعم يتجمد أسرع، بينما فرضية النفي بتقول إنه ما في فرق بين تجمد الماء المضاف له ملح أو الغير مضاف له ملح. بالتالي بناء على الفرضيات اللي بنوضعها ممكن نبدأ نتنبأ بالنتائج اللي ممكن نحصل عليها ونشوف إيش آلية قياسها أو تجريبها. وهون بننتقل للخطوة اللي بعدها في المنهج العلمي، وهي إجراء التجارب لتأكيد أو نفي الفرضية اللي تم وضعها. وعادة بنستعمل التجارب المتحكم فيها اللي بنسميها Controlled Experiments لدراسة الأسباب والنتائج، والمقصود فيها أنه النتائج تحصل عند تغيير عامل معين أو متغير معين في التجربة. الآن في العلوم المختلفة في عوامل مستقلة أو متغيرات مستقلة independent variables، وعوامل غير مستقلة تابعة، يعني تعتمد على عوامل أخرى، وتغيير هذه العوامل الأخرى بيؤدي لتغييرها والتأثير عليها، بنسميها dependent variables. إذن في controlled experiments يجب مراعاة تثبيت كل العوامل وتغيير عامل واحد فقط، يعني all factors are held constant except for one. بهاي الطريقة بيصير سهل علينا نفهم الظاهرة ومتغيرات هاي الظاهرة، ونتخلص من عدم اليقين اللي بنسميه uncertainty. وحتى لو اختلفت التجارب المتحكم فيها إلا إنها كلها لازم تشترك بإنها قابلة للتكرار، وإنه نتائجها بيتم تحليلها بشكل منطقي.
الآن بعد الانتهاء من التجارب والحصول على النتائج، بنبدأ الآن بتحليل النتائج Results Interpretation أو Data Analysis. هون بيتم تحديد معنى نتائج التجربة وتفسيرها، وممكن البناء عليها في خطوات وتجارب ثانية وصولاً للاستنتاجات الconclusions. تحليل النتائج وتفسيرها كمان لازم يتضمن مقارنة النتائج اللي توقعتها فرضية البحث مع النتائج اللي توقعتها فرضية العدم أو النفي، لتحديد مين الفرضية اللي بتتماشى أكثر مع نتائج التجربة. طبعا هون لازم نحصل عند تحليل النتائج على ثلاث احتمالات. ممكن النتائج تنفي فرضية التجربة وتوضح إنها كانت خاطئة من الأساس، وبالتالي لازم نعمل فرضية جديدة وإعادة الخطوات. وممكن تكون النتائج تدعم الفرضية ولكن الدليل مش قوي، هون وجب علينا إعادة المحاولة للحصول على أدلة أقوى أو إجراء تجارب أخرى. أو الاحتمال الثالث إنه النتائج جاءت داعمة بقوة للفرضية، وعندها ممكن وضع تساؤلات أخرى وعمل تجارب تدعم ما تم التوصل إليه، وتتحول هاي الفرضية لقانون أو نظرية. بقي إنه نحكي إنه الطريقة العلمية هي عملية دورية حلقية مستمرة مفتوحة. النتائج والاستنتاجات راح تؤدي لملاحظات وأسئلة وافتراضات جديدة وتستمر العملية. ولازم كمان نأكد على مسألة التكرار، إنه إذا تعذر تكرار التجربة للحصول على نفس النتائج فهذا يعني إنه النتائج ممكن تكون خاطئة. ونأكد كمان على دور المراجعة الخارجية أو اللي بنسميها مراجعة الأقران البير ريفيو أو تقييم التجربة من قبل الخبراء والمختصين. وأخيرا نأكد بعد ذلك كله على أهمية مشاركة أو نشر النتائج وتسجيلها، لأنه إذا لم يتم تسجيل ونشر النتائج تبعت الدراسة والبحث يعني ذلك وكأنها لم تكن موجودة أصلا. مصطلح المنهج العلمي أو الـ Scientific Method ظهر أول مرة في القرن التاسع عشر، واستخدم بعد ذلك بشكل شائع في القرن العشرين، لكن تاريخيا الكثير بيعتبروا أنه أرسطو هو الـ Father of Scientific Method، لأنه استخدم المنطق ودقة الملاحظة والتحليل في العلوم الطبيعية أو ما يسمى بالفلسفة الطبيعية، عشان الكلام يكون أدق، لأنه طبعا ما كان في تجارب عملية بالمعنى الحالي. معظم المؤرخين بيعتبروا الحسن بن الهيثم هو رائد المنهج العلمي الحديث، واللي استخدم المنهج العلمي لا سيما في البصريات والفلك، جمع بين الملاحظات والتجارب والجدالات المنطقية في كثير من أعماله. استخدم طريقة تغيير العوامل التجريبية، ركز على البيانات والنتائج التجريبية وتكرارية نتائج التجارب، وصحح بعض المفاهيم السائدة في ذلك الوقت في الرؤية مثلا من أيام أرسطو وكلاودوس بطلايموس وإقليدس. لابن الهيثم أقوال رائعة إلها علاقة بالمنهج العلمي، وبتدل على عقلية فذة ورؤية ثاقبة كان بيتمتع فيها. كثير من هاي الأقوال موجودة في أشهر كتبه، كتاب المناظر The Book of Optics وغيره من المقالات والنماذج اللي وصفها. حتى ما نطيل عليكم بنترك لكم بعضها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. بعد ما مرينا على خطوات الطريقة العلمية، لازم نعرف إنه معظم الاكتشافات العلمية إن لم يكن كلها حتى ما تم اكتشافه عن طريق الصدفة كما يقال مر بمثل هذه المراحل، وكانت أول مرحلة المشاهدات سواء كانت صدفة أو بالحظ، لكن كما يقال الحظ لا يأتي إلا للأذكياء. قد تمر الصدف والمشاهدات بشخص لا يعير لها اهتماما ولا بالا، وقد تمر على شخص يعمل منها علم ونظريات. في الاكتشافات العلمية في جهد وعمل وإصرار وصبر، وفي كمان ذكاء وفطنة وانتباه، وخلينا نحكي حظ، وفي طبعا قبل كل هذا وبعده توفيق وتقدير من حكيم خبير. نرجع مرة ثانية للطريقة العلمية لأنه تركنا شيء نرجع نتكلم عنه ونختم فيه إن شاء الله، هو إنه إحنا في كل اللي ذكرناه سابقا من خطوات الطريقة العلمية قادتنا المشاهدات إلى أسئلة وفرضيات، ثم بعد ما صمدت هذه الفرضيات أمام الحقائق والاختبارات وتم إثباتها بالتجارب تحولت الفرضية إلى قوانين أو نظريات علمية laws or theories. لكن
إيش الفرق بين النظرية والقانون؟ الآن ببساطة، النظرية بتوصف المشاهدات والظواهر بعد ما يكون العلماء أثبتوها من خلال اختبارات صارمة جداً. بتشرح النظرية كيف بتتصرف الأشياء والعوامل الطبيعية في ظل ظروف محددة، وبتميل النظريات إنها تكون واسعة النطاق بقدر ما بتسمح فيه الأدلة العلمية الداعمة لإلها، وكأنها يعني بتسعى لتقديم تفسير نهائي للجانب اللي بتوصفه. من الأمثلة على النظريات العلمية الشهيرة اللي شكلت فهمنا للعالم والظواهر الطبيعية كما بنفهمها حاليا نظرية الانفجار العظيم والنسبية العامة الجنرال ريلاتيفيتي لأينشتاين. الآن بالنسبة للقانون، القوانين بتوصف ما سيحدث في حالة معينة أو ظاهرة معينة من خلال معادلة رياضية، وبتميل لوصف مجموعة أضيق من الشروط أو العوامل. يعني ممكن يشرح القانون العلاقة بين قوتين أو عاملين محددين أو بين مادتين متغيرتين في تفاعل كيميائي، بينما النظريات بتصف كيفية وسبب حدوث هذه الظاهرة، وبتميل إنها تكون أكثر شمولية من القوانين. من الأمثلة على القوانين العلمية الشهيرة قوانين نيوتن للحركة، وقوانين الغازات مثل قانون بويلز وتشارلز، وقوانين الديناميكا الحرارية. يعني بأبسط ما يمكن، القانون بيتنبأ بما سيحدث، بينما النظرية بتقترح السبب والكيفية. القانون بيتحدث عن ماذا what happens، والنظرية بتتحدث عن لماذا why ليش وكيف بيحدث. مع ملاحظة مهمة، إنه نعم القوانين والنظريات تعتبر حقائق علمية، لكن لا يمكن اعتبار أي منهم صحيح بشكل يعني لا يرقى إليه الشك أبدا، وعند ظهور أدلة جديدة يمكن دحض النظريات والقوانين أو التعديل عليها حتى توصف بشكل أفضل الظواهر والمشاهدات. وطبعا هذا فعلا حصل كثير، وفي أمثلة كثيرة جدا ومشهورة حصلت في التاريخ على هذا الشيء. في الفيديو القادم إن شاء الله راح نتحدث عن تصنيفات المادة Classifications of Matter، ونميز بين أكثر من مصطلح ضروري فهمهم مثل المادة النقية والمادة الغير نقية أو الخليط، العنصر والمركب والجزيء والمحلول. كالعادة بنشجعكم على الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، ومشاركة الفيديو مع زملائكم لتعم الفائدة على الجميع. في رعاية الله.